صباح الرياضه والنشاط والحيويه، اسلوب الحياه واستخدام التكنولوجيا، وكمان اللي احنا قعدتنا على المكاتب لفتره طويله والسواقه لفتره طويله، واهمالنا لتمرين العضلات الخلفيه واستخدامنا اكتر الجزء الامامي من الجسم زي عضلات التشيست، كل ده بيسبب لنا مشاكل في القوام، مشاكل في الجسم زي اللي بنشوفها في معظم الناس او بعض الرياضيين زي اللي هي الراوند شولدر، اللي هو بيكون انحناء في الكتف والظهر. فازاي نقدر نعالج المشكله دي؟ نفس اللي احنا هنعمله النهارده مع بعض في التمارين دي هتساعدك ان انت تقدر تتخلص من المشكله دي عندك. اول حاجه محتاجين ان احنا نعمل استرتش الاول لعضلات التشست للجزء الامامي. لو عندنا اي مكان نقدر نسند بيه ايدينا كده، احط ايديا هنا وابدا الف بجسمي، هلاقي في شد هنا في عضلات التشست، احاول اثبت لمده 20 ثانيه، مره على الجنب اليمين مره على الجنب الشمال. ممكن برضو لو مفيش اي حاجه متاحه بالنسبه لنا هشبك ايديا ورا ظهري واسحب ايديا لورا واثبت برضو لمده 20 ثانيه. هنبدا بقى دلوقتي في تقويه العضلات اللي هي الضعيفه، اللي هي المسؤوله عن فرد جسم الظهر لورا او الكتف كمان، زي عضلات الكتف الخلفي وعضلات الابر باك. باستخدام الريزيستنس باند هنبدا بتقويه الجزء ده. اول حاجه هنعملها هنزل بظهري، المفروض اتني ركبتي سنه بسيطه، واحاول اطلع اسحب ايدي لفوق 1 2 3 4، نحاول نجيب 15 عدة. اتاكد ان انت ظهرك مفروض 5 6 7 8 9 10 11 12. لو متاح عندك مثلا دمبل في البيت عايز تشتغل بيه تزود الريزيستنس اكتر بتاعتها مفيش مشكله. عندنا تاني حاجه هعمل تمرين اللي هو البول ابارت، وانا ماسك الباند هنا هبدا اعمل اكسترنال روتيشن لعضلات الكتف بتاعتي وارجع تاني. هنعمل 15 عده 1 2 3 4. اهم حاجه مش عايز ظهرك يكون فيه اكستنشن لورا، ما تخليش الظهر بتاعي لورا، مايل لورا اكتر، تخلي الجسم المفروض شادد عضلات الكور بتاعتك، ايديك قدامك 6 7 8 9 10 ونكمل 15 عده. هنعملها من مجموعه لثلاث مجموعات، نفس التكرار اللي احنا عملناه. بعد كده هعمل هاي، هعمل المستوى الاعلى فوق برضه والف برضو اعمل اكسترنال روتيشن زي ما قلنا، برضو نركز على ظهرنا يكون مفرود وشادين عضلات البطن 7 8 9 10 ونكمل لغايه 15 عده. هعمل كمان تمرين بس بالمستوى اقل تحت، اللو باند برضو ايديا مفروده وظهري مشدود، حاول اعمل روتيشن للخارج 4 5 6 7 8 9 10. برضو عندي هنا اخر تمرين هنشتغله برضو بالدمبل 4 5 7 8 9 10. نحاول نكرر التمرينات دي من مرتين لثلاث مرات خلال الاسبوع بتاعنا بنفس الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها، سواء عندك ريزيستنس باند او عندك دامبلز تشتغل بيه مع الاسترتش اللي احنا عملناه في بدايه التمارين عندك. كل ده هيوصلك اللي انت تقدر تخلي ظهرك مفروض. واهم حاجه نصيحه عايز اقدمها لكم في نهايه الحلقه، انت لازم تمرن العضلات الاماميه زي ما بتمرن العضلات الخلفيه عشان ما يحصلش ماسل امبالانس في العضلات عندك. اتمنى التمارين تكونوا استفدتوا منها ونشوفكم في حلقه تانيه جديده.